يلا ماشي. نعم، رحب بكل السادة المشاهدين وبالجميع ومشاهدنا في هذا اليوم. اليوم فعالية رياضية أخرى في مدينة البصرة، هو نهائي دوري تنس كرة القدم الخاص لمدينة البصرة. النهائي يجمع فريق الشباب البصري وفريق المعقل. بكل تأكيد في هذه القاعات التخصصية نتعرف أكثر حول هذا الموضوع وحول أهمية هذه الرياضة وانتشار هذه الرياضة في العراق بشكل عام والبصرة على وجه الخصوص. لكن قبل أن نبدأ، هناك كانت احتفالية مصغرة هي تأبين لشهداء الحمدانية، أيضا استذكار لزميلنا الراحل عدي حاتم رحمه الله. كل هذه الأمور ذكرت في هذا الحفل الافتتاحي. معي في هذا النقل المباشر الدكتور صفاء صاحب رئيس الاتحاد العراقي لتنس كرة القدم. دكتور صفاء، رحب بك واهلا وسهلا بك في مدينة البصرة. جهود اليوم كبيرة قدمها الاتحاد الفرعي وايضا الاتحاد المركزي. خلينا نتكلم عن هذه البطولة والاستعدادات لهذا النهائي. بسم الله الرحمن الرحيم. بالبداية احنا نشكر قناة الرياضية العراقية على تغطيتها لكافة الفعاليات الرياضية. يعني اليوم شفت دوري الناشئين ودوري الأشبال بكرة القدم وباقي الألعاب الرياضية، بالإضافة للتغطية المباشرة لمباريات تنس كرة القدم. هذا يدل على أنه القناة ساعية بشكل كبير بنشر الرياضة بشكل متوازن ومتساوي. أما بالنسبة للبطولة، فهذه البطولة هي بطولة مهمة وفاء من الاتحاد الفرعي والاتحاد المركزي في البصرة وإهداء لروح المرحوم الإعلامي الكبير عدي حاتم، اللي كان له فضل كبير على الاتحاد العراقي لتنس كرة القدم بشكل خاص وعلى الرياضة في العراق بشكل عام لكافة الألعاب، بالإضافة لأنه احنا من خلال قناتكم نعزي الرياضة العراقية وعائلة الرياضة العراقية والجمهور الرياضي بفقيدنا الأخ الإعلامي عدي حاتم والمرحوم شرار حيدر، بالإضافة للفاجعة الكبيرة، فاجعة منطقة مدينة الحمدانية اللي أثرت بينا بشكل كبير. وإن شاء الله احنا حريصين بالتعاون مع قناة الرياضية العراقية لأن نبرز دور كل من خدم الرياضة العراقية. هذه الرياضة بدأت تنتشر بالأوساط الشباب بالعراق بشكل عام. هذه الرياضة طبعا انتشرت بشكل كبير والآن تشوفونها في البصرة، والبصرة معظم لاعبين المنتخب الوطني هم من البصرة، والرياضة انتشرت في كل مناطق العراق والعراق من أبطال العالم في هذه الفعالية، ونتأمل أنه ننشرها. ولدينا تعاون كبير مع قناة العراقية الرياضية خلال أنه تنقل مباريات بطولة العالم التي ستقام في تشيك وسويسرا، ونتأمل أنه تكون راعية لحدث لاستضافة كأس العالم للشباب سنة 2025 في بغداد، بالإضافة إلى رعايتها لكل بطولات الدوري. وهذه البطولة المهمة اللي أقامها الاتحاد المركزي، بالإضافة إلى الدور الكبير اللي يعني قام به الاتحاد الفرعي في محافظة البصرة. شكرا جزيلا دكتور، شكرا لجهودكم وإن شاء الله بالتوفيق. شكرا جزيلا، ونشكر القناة الرياضية العراقية مرة ثانية، ونتأمل خيرا بأن تكون القناة الأولى في نقل الأحداث الرياضية المختلفة. شكرا جزيلا. إذن يعني هذه آخر الاستعدادات للمباراة النهائية. الآن زميلي علي الشمري معلق على هذه المباراة وصاحبه في التحليل الكابتن عماد حسن. بكل تأكيد سنشاهد مباراة جميلة إن شاء الله وأوقات جميلة. علي، معك الصوت والصورة. شكرا للزميل طارق الطربوش من هناك من البصرة، وحيث نهائي دوري طبعا البصرة لتنس كرة القدم لعام 2023. ولا ننسى كذلك يشاركني اليوم في الوصف التعليق والتحليل الكابتن عماد حسن مدرب المنتخب العراقي للسيدات لتنس كرة القدم. اهلا وسهلا كابتن. اهلا وسهلا كابتن.
نساعد على نقل نهائي جميل من محافظة البصرة العزيزة إن شاء الله. إن شاء الله هذا ما نتمناه، وهذه المباراة الختامية نتمناها أن تكون مباراة جميلة ورائعة بين شباب البصرة ونادي المعهد. المباراة طبعا تقام في قاعة الشهيد أبو مهدي المهندس في المركز التخصصي للعبة تنس كرة القدم في البصرة. لاحظ أمامنا بالشاشة فريق نادي المعقل باللون البنفسجي، نادي شباب البصرة باللون الأبيض، نائب رئيس لجنة الحكام مشرف المباراة الأستاذ عباس حسن مرعي، يتوسط الحكمين الدوليين أحمد أستاذ أحمد محسن وأستاذ معاذ سالم. أستاذ أحمد محسن حكم من كربلاء من كربلاء من بابل، حكام دوليين، حكام دوليين مشاركين في نهايات بطولة العالم في إسبانيا وفي تشيك. أستاذ عباس حسن مرعي نائب رئيس لجنة الحكام مشرف مباراة البطولة الدوري في محافظة البصرة، وصورة المرحوم عدي حاتم زميل عدي حاتم تغمد الله برحمته واسكن فسيح جناته إن شاء الله. معزي كذلك عوائل ضحايا الحمدانية بالفاجعة الكبيرة التي كانت حاضرة، الرحمة والمغفرة لأرواحهم والشفاء العاجل للجرحى إن شاء الله. هنا بداية اللقاء ستكون كما ذكرت يعني الآن تقديم أسماء اللاعبين كبروتوكول رسمي احنا عندنا بالبطولات، انه الفريق يتقدم بالأسماء، لاعب لاعب يقدم التحية للجمهور مع لجنة الحكام بالنسبة للفريقين. للفريقين الآن قدموا لجنة الحكام، فسنشوف الفريق اللي راح يقدمه الثاني. لدينا أسماء اللاعبين. نعم موجودين. لديك شباب البصرة الآن قدموا فريق المعقل اللي هو باللون البنفسجي كابتن مصطفى عبد الباقي وزين العابدين باسم ومصطفى أحمد وحسن علي. حسن علي وأستاذ دكتور صفاء صاحب رئيس الاتحاد الآسيا الاتحاد الآسيا والعراقي. والعراقي قدم التحية للاعبين ولجنة الحكام وفريق نادي شباب البصرة اللي يمثله ميثم علوان، كابتن ميثم علوان وعباس لطيف ورضا رعد ومصطفى محسن. تحية لمدربين الفريقين، مدرب شباب البصرة الكابتن سلام مناف ويشرف على الفريق آزر بن كذلك المدرب مؤيد عبد مدرب المعقل معقل ومشرف الفريق حيدر محابس مشرف فريق المعقل كذلك لتظهر بداية اللقاء. كابتن مصطفى عبد الباقي أدى التحية والكابتن بالرقم 20 ومصطفى اسماء لدينا من لاعبين المنتخب كذلك. نعم. من البصرة هنا مصطفى أحمد كان بيأدي التحية، هذا زين عابدين باسن كان كذلك ورقم 21 ومدرب الفريق مدرب الفريق حيدر محبس ومؤيد عبد كذلك. الآن لاعبين شباب البصرة يدون التحية، شباب البصري كابتن ميثم علوان احد لاعبين المنتخب الوطني اللي حققوا انجازات على مستوى العالم في بطولة التشيك المنتخب، وكذلك كابتن عباس لطيف وكابتن رضا رعد وتحية لمدرب الفريق سلام مناف مدرب الفريق اللي له تواجد دائما في بطولات تنس كرة القدم مع فرق قوية، يعني كمعايشة دائما متواجد بكل بطوله، هو هذا فريق بطولات داخل العراق داخل العراقي طبعا. احنا عندنا قلت لك احنا عندنا بطولات دوري، بطولات كاس، بطولات دوري عام وبطولات محافظات. هاي البطوله اللي امامنا هي بطوله اتحاد فرعي، اتحاد فرعي محافظه خاصه بالبصره اللي يشرف عليه اتحاد الفرعي لتنس كره القدم فرع البصره. لدينا كذلك بطوله الدوري الممتاز و كذلك بطولة الكاس بهذه اللعبة والعديد من الفرق التي تشارك. وصلنا ل 32 فريق ولأكثر عدد من الفرق، ذكرت قبل قليل بأنه كان هناك أكثر من 32 فريق. 32 في بطولة الكاس، بطولة كربلاء، بطولة الكاس، بطولة الكاس اللي كانت في كربلاء اللي نقلتها العراقية الرياضية مشكورة حقيقة، كانت بطولة كلش قوية. نوجه تحية إلى رئيس اتحاد فرع كربلاء أستاذ علي لطيف وإلى عضو اتحاد اللي علي تحسين ولا عضو اتحاد علي لطيف اللي اداروا وتعاونوا مع كابتن مصطفى عبد الباقي في تنظيم هذه البطوله ووصولها الى مراحلها النهائيه.
المقام حاليا في البصره؟ مقام حاليا في قاعه الشهيد ابو مهدي المهندس رحمه الله عليه. تتحدث عن هذه البطوله؟ قامت هذه البطوله طبعا هذه القاعه هي مخصصه للاتحاد الفرعي البصره من مديريه شباب ورياضه كربلاء البصره مشكوره للتعاون مع اتحاد فرع البصره. واصلا هي قاعه اعتمدت كمركز تخصصي لاتحاد تنس كرة القدم فرع البصرة، وهذا المركز من المراكز المهمة عندنا بالعراق اللي يشرف عليها الكابتن مصطفى عبد الباقي لاعب منتخب الوطن رقم 20 بالرقم 20 في اللون البنفسجي، ويضم أكثر من 40 لاعب مهاري على مستوى عالي من جميع الفئات العمرية في محافظة البصرة. هنا الحكام قرعة السادة أحمد محسن ومعاذ سالم. أحمد محسن يجري القرعة، أحمد محسن من الحكام الدوليين اللي شاركوا في نهائيات بطولة العالم للسيدات في إسبانيا، وكابتن معاذ سالم شارك في بطولة العالم في تشيك. كما ذكرنا هم حكام دوليين بتوار صافرة البداية بكل تأكيد، يعني هذه اللعبة تعتمد على السرعة، سرعة مهارة عالية والانضباط العالي داخل الساحة بالنسبة للتنفيذ. هنا فريق الشباب البصري، الشباب البصري، وهنا بالمقابل فريق المعقل أمامنا باللون البنفسجي فريق المعقل وكابتن مصطفى عبد الباقي. كل فريق بكل تأكيد يعني يتمنى الفوز والظفر بلقب البطولة، تعد واحدة من البطولات المهمة التي أقيمت من خلال هذا الموسم لعام 2023. طبعا احنا وصلنا على نهاية برنامج اللي مقدمه الاتحاد بالنسبة للمنهاج السنوي، وأقام كل بطولات الخاصة بالفئات العمرية بالنسبة للشباب الناشئين وبالنسبة لبطولة الكأس بالنسبة للتصفيات بالنسبة للفردي والزوجي والثلاثي. نعم. وهذه البطولة طبعا عزيزة على الجميع لكون تحمل اسم المرحوم عدي حاتم الله يرحمه برحمته الواسعة، والكل يعني حقيقة يريدون لهذه البطولة النجاح ويعلو اسم هذه البطولة، لأن تحمل اسم شخص عزيز على الاتحاد، شخص كان مواكب عمل الاتحاد على طول فترة بداية الاتحاد، كان صوته موجود في القاعات اللي تشهد ختام بطولات التنس. أتمنى أن الله يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته، رحمه الله بواسع رحمته. وبالتالي ننتظر صافرة البداية من أحمد محسن الحكم الأول، وكما ذكرت لدينا معاذ سالم الحكم الثاني. هذا أحمد محسن مشرف المباراة أستاذ عباس حسن مرعي المشرف لهذه المباراة، حكم دولي إدارة نهائي بطولة العالم في إسبانيا، يوجه مصطبة الاحتياط ومع حكم الطاولة. كل تأكيد المباراة ستكون مهمة على اعتبار أنه لدينا العديد من لاعبين المنتخب بالضبط تنويه المباراة تنس كرة القدم من شوطين، في حالة فاز الفريق شوطين تنتهي المباراة من 11 نقطة. بداية اللقاء وإرسال المعقل على اليسار وشباب البصري على ممتاز اليمين، طبعا كان بلوك جميل جدا من ما بين الكابتن مصطفى عبد الباقي والكابتن ميثم، والبلوك هذا كان قرار الحكم يعني رائع جدا لانه كان تقاطع بالكره والكره صدمت مع اللاعبين اثنيناتهم وخرجت في مستوى واحد، فتعتبر الكره اعاده ارسال يعني من حسبت لم تحتسب النقطه بالنسبه للشباب البصري. الاشاره كانت واضحه مع الحكم انه اعاده ارسال. نعم الاشاره كانت واضحه، كرة ساقطة صفر يعني ما يعود الإرسال مرة أخرى لفريق المعقل زين العابدين كرة نزلت منطقة الإرسال صحيح، وإعداد كرة من شباب البصري وميثم ممتاز من خلال اللقطة الماضية، كان تبادل الكرات جميلة وإعداد واستلام، لكن بعد هنا النقطة الأولى للمعقل بعد كرة خاطئة من لاعب شباب البصري في الشباك، وبالتالي المعقل بأول النقاط. عباس لطيف كان هو من ابعاد خاطئ الابعاد الخاطئ بالرقم 15 مرة اخرى تبقى لشباب البصري. ميثم ممتاز كرة قوية وزي العابدين في مكان جيد، استلام كان جميل من زي العابدين. هنا التحضير مرة اخرى وتبقى المحاولة بالنسبة لفريق المعقل، اللاعبين يعني كلهم لاعبين منتخب ويعرفون قدرات التمركز كذلك
جيد بالنسبة للاعبي الفريقين. التحضير شوف التحضير بلمس بالأولى والثانية مباشرة تشاهد هناك تنفيذ من حق الفريق ثلاث لمسات للكرة واللاعب مس الكرة لا يجوز لمرتين متتاليتين كذلك المس بالكرة. بالضبط كابتن علي ممتاز وكرة قوية من مصطفى عبد الباقي هنا التعديل لكن كان البلوك كابتن ميثم ناجح ارجع الكره ميثم علوان ميثم علوان نعم كان بالفعل ارجع الكره في ملعب المعقل نقطه مقابل نقطه الان بلوك جيد ونقطه حلوه هنا التحضير مره اخرى لمصطفى ولكن تبقى المحاوله وهنا للمره الثانيه كابتن عباس لطيف يخطا عباس لطيف رقم 15 وبالتالي النقطه الثانيه لفريق المعقل. كابتن مصطفى الباقي يتميز بالكبس فوق الشبكه الكبس القوي وتوزيع الكرات يمين ويسار. كابتن ميثم لاعب قوي ولاعب شبكه بالرقم ممتاز 20. رقم 20 اعتقد مصطفى عبد الباقي تقصد او ميثم علوان لا مصطفى عبد الباقي بالنسبه لنا البنفسجي لان هو اللي كبس الكره وميثم عادل بلوك عليه لاعب المعقل مصطفى عبد الباقي بالضبط ارسال راح ينفذ كابتن ميثم ارسال هنا الكابتن ارسال ناجح بارسال وهنا التحضير لمصطفى مره اخرى تبقى المحاوله وبالتالي التحضير ياتي ودائما تشاهد ممتاز. يعني ممتاز نقطه كابتن مصطفى استغل تراجع تراجع كابتن ميثم عودة ميثم الى الخلف وبالتالي خلى كرة ساقطة في الكسب هذه الطريقة الممتازة من مصطفى عبد الباقي يسجل من خلالها النقطة الثالثة نقطة جميلة ثلاثة مقابل اثنين الآن هنا الإرسال من جديد والتحضير بالنسبة لفريق الشباب البصري وبحركة لعب ممتاز. جميلة من خلالها حركة دبل مقاص ممتاز كابتن يسجل فريق الشباب نتيجة تعادل 3-3 الآن بالضبط التعادل بثلاثة مقابل ثلاثة ويعود الإرسال لشباب البصري أي فريق يكسب النقطة يتحول الإرسال عنده للفريق الآخر يعني عند حصول النقطة يكون الإرسال مع فريقك بكل تأكيد هنا المحاولة بس إذا تعاد هنا التحضير الآن ممتاز. تبقى المحاولة عباس لطيف عباس لطيف وكرة قوية ونقطة ممتاز لعباس لطيف مصطفى لم يكن ما حصل الكرة بشكل ممتاز وبالتالي لكن كانت كرة بعيدة عن زين العابدين بعيدة عن المتناول عن زين العابدين والنقطة الرابعة لشباب البصري ميثم هنا الإرسال المنتخب الوطني والتحضير بالنسبة لمصطفى أحمد لمصطفى عبد الباقي والنقطة الرابعة الآن التعادل كبس قوي من مصطفى عبد الباقي باليمين إلى ممتاز أقصى الملعب ما قدر الفريق شباب البصري أن يعيد كرة مصطفى نقاط مصطفى حقيقة كلها قوية أربعة مقابل أربعة الآن مشرف المباراة الكابتن عباس حسن المرعي نائب رئيس الاتحاد واضح أن هنا التحضير لشباب البصرة وبالتالي العابدين ممتاز ومصطفى يحاول أن يخسر ولكنها إلى الخارج على ما أعتقد كان إعداد ضعيف من نقطة الخامسة للشباب من مصطفى لنادي شباب البصرة وبالتالي خمسة مقابل أربعة أصبحت النتيجة دائما تشاهد الكابتن النتيجة مقاربة يعني الفارق إلى نقطة المستوى متقارب لأن لاعبي الفريقين مستوى متقارب حقيقة نلاحظ الاستلام الحلو من كابتن ميثم ورضا بالرأس ينقل كرة للملعب هنا التحضير مرة أخرى اعتماد كبير على مصطفى خاطئة من مصطفى الآن للمرة الثانية إعداد الكرة لي أصبحت ستة المفروض مصطفى يكون أكثر تركيز ما يتعامل وياها بقوة من خلال اللمسة الأخيرة بالضبط الآن أصبح الفارق إلى نقطتين هذه المرة الأولى يصبح بها الفارق إلى نقطتين على ما أعتقد كان الفارق إلى نقطة يعني ما بين الفريقين يحاول فريق شباب البصري يتقدم يعني يوسع الفارق على مستوى النقاط ويستفاد من هذا الفارق مصطفى إلى هنا التحضير مرة أخرى حاول أن يقلص الفارق فريق المعقل ممتاز
الكره وبالتالي يقلص الفارق ويصل للنقطه الخامسه. حق اللاعب ان يعبر الملعب الخصم بالقدم ويكسب فقط بالقدم. هو قدر مصطفى بمهاره عاليه ان يكسب هاي النقطه. ممتاز مصطفى عبد الباقي لاعب فارق مميز. اصبح الى نقطه 6 مقابل 5 الان من ضمن لاعبي منتخب الحصه وانجاز الثاني على العالم كابتن مصطفى عبد الباقي. كان ارسال خاطئ ما الى الخارج من الاوت وبالتالي 7 مقابل 5 الان هاي النقطه النادي المعقل 7 مقابل 5 يعود الارسال تحضير الان مره اخرى مصطفى عبد الباقي استقبال جيد عباس لطيف ممتاز كره ممتاز كان عباس بنقل الكره باللقطه الماضيه بعد ما كان عنده كرة عادت لعباس لطيف مرة أخرى ميثم باليسار تحضير الآن هذه لمصطفى عبد الباقي ونقطة بلمسة جميلة لا تحتاج للقوة يعني احنا هذا اللاعب يعني هو لاعب منتخب ويعرف انه شنو المساحة داخل الملعب فريق الشباب البصري كله بتراجع للخلف متراجع يستغل هذا المكان اكيد ما يلعب قوة فاستخدم الكرة الساقطة فقط ساقطة بلمسة خفيفة وبالتالي يسجل من خلالها من كابتن مصطفى وجه له التحية ونقطة مهمة يعني عاد الفريق للممتاز ممتاز بهيثم هنا ميثم يجيد العاب النقطة الثامنة ونقطة جميلة من كابتن ميثم ميثم علوان الحكم أحمد محسن يعطي إرسال إلى شباب البصري يعود بالإرسال مرة أخرى لشباب البصري وبالتالي تشاهد يعني الآن 8 مقابل 6 هنا التحضير مصطفى عبد الباقي وصلت لعباس مرة أخرى تعود وتحضير هذه المرة كابتن بقوة ولكن تعود ممتاز مصطفى عبد الباقي مطاولة حاليا ما بين الفريقين لاعبي الفريقين بكل تأكيد إلى أن يستفاد فريق من بوكان بلمسة أخيرة ممكن يعني ميثم قدر يجيبها لكن خلينا نشوف عباس لطيف الآن ممتاز تحضير زين العابدين السلام راقي ومصطفى بلمسة كانت قصيرة ولكن اللاعب كان قريب زين العابدين ممتاز تبقى لزين العابدين بتحضير ومصطفى تبقى المحاولة يسار شوف هذه النقطة فيها سجال ما بين لاعبي الفريقين مطاولة ممكن مصطفى أحمد على انضباط أكثر بالفعل مصطفى عبد الباقي الى الاوت وقوه زايده خسر النقطه كانت طويله وبالتالي النقطه تذهب بالمطاوله يحتاج واصبح الفارق الان الى ثلاثه حاليا يعني اتصور قريب من حسم الشوط اتصور اكو فريق يعني اتصور المعقل اخذ تايم اوت لانه لازم يعيد حساباته كابتن مصطفى عبد الباقي بدينا تايم اوت لكل شوط لمرة واحدة كل شوط لمرة واحدة انت بس المدرب لكل فريق المدرب المعقل مؤيد عبد حاول يوجه اللاعبين كرات تنفذ بقوة حقيقة أكثر من مرة من فريق المعقل إذا ما وصل فريق نادي شباب البصري للنقطة الحادية عشر خلاص شوط حاليا شباب البصري مرتاح اكو فرق بالنتيجة يعني حتى يعني فارق إلى ثلاثة حتى أهدأ داخل الملعب يعني فما عنده تكون اموره افضل من خلال الشوط يقدر يطاول يقدر يعني هو على بعد اذا ما بقى هذا الفارق نقطتين على بعد نقطتين فقط ميثم علوان وهنا التحضير مره اخرى بالنسبه لفريق نادي شباب البصره والتحضير عن طريق عباس لطيف عادت المعقل قويه كذلك هنا الانتظار والتحضير وبلمسة جميلة مصطفى عبد الباقي يسجل من خلالها اختار زاوية صعبة كلش لفريق الشباب البصري بحيث ميثم ما يقدر يرجع هاي الكرة زاوية الخالية من تواجد اللاعبين أقصى يسار ملعب مصطفى طبعا حقيقة سجل من خلالها وهاي النقطة يعني مو أي لاعب يعني يقدر ينفذها مشاهد المكان الخالي وبالتالي لعبة التنس كرة القدم لعبة مهارية قوية وليس يعني لعبة للحماء أو مثل ما يتصور بعض الفرق الرياضية من تلعب بالقانون لعبة كل الصعبة هنا نقطة ما قبل الأخيرة عباس لطيف حصل نقطة حلوة
للشوط حكام البطولة، حكامنا الدوليين الأول حقيقة حكامنا حاصلين على دورات دولية في أنطاليا وفي دبي، اللي حكام الحاضرين هسه موجودين من خلال هذا اللقاء، أستاذ أحمد محسن وأستاذ معاذ سالم. معاذ سالم كانت عندهم دورة في أنطاليا في تركيا ودورة في دبي، قام الاتحاد العراقي بإشراف. شوف التسجيل مرة أخرى بنفس الزاوية، استفاد من تراجع ميثم حقيقة، يعني هو المفروض يعني شباب البصري، شباب البصري يكون أكثر حذر، يقدم لاعب ويكون يعني هناك انتباه على هذه النقطة، ما يقدرون يصعدون بلوك يا مصطفى لأن ده يكون مصطفى بعيد عن الشبكة، بس يكونون قريبين بالملعب. 10-8 الآن زي العابدين، رسال ناجح لكن ممتاز ناجح على الخط، كانت أستاذ معاذ الطاها داخل هنا التحضير الآن، مصطفى سلام وزين العابدين إعداد ممتاز، عباس ورضا نقطة، إذن إلى الأوت كانت 10-9 الآن، الماقل رجع الفرق وبدأ يحاول أن يعود للشوط حقيقة، هنا إذا سجل يعني تعادل نرجع على نقطتين، وهنا التعادل خطأ من ميثم، المفروض ميثم علوان هذه الكرة يكون أكثر ذكاء بها لأنه نقطة حاسمة، يجب أن تكون بأكثر دقة، رجعنا إنه من التعادل 10 كل معناته كل فريق يأخذ نقطتين متتالية حتى ينتهي الشوط، الآن يجب أن يكون الفارق إلى نقطتين، نقطتين متتالية يعني للفريق الفائز، 12-10 إذا فاز متتالية، إرسال إلى مصطفى، إرسال والتحضير الآن أوت، أستاذ أحمد محسن الطها أوت، بالفعل أوت، نقطة للمعقل، نقطة مهمة هسه نقطة المباراة، إذا ما سجل خلاص يعني الشوط يكون نقطة المعقل، الشوط ولكن عافية. العودة جميلة كانت بالنسبة للاعبي فريق المعقل، وبالإمكان بالفارق 3 نقاط، وبالإمكان شباب البصري إذا قدر يعني يعيد هذا الإرسال بنقطة ممكن ترجع المباراة، كأنه ممكن كذلك هنا التعادل، هذا اللي اقول عليه انه نقطه من يكون نقطه حاسمه لازم اللاعب يكون اكثر تركيز، ما يلعب لعب يعني بقوه، فخسروا الشوط بنقطه، مع العلم كان عندهم نقاط حلوه كابتن ميثم، 12-10 اذا الشوط الاول 12 لفريق المعقل، نوجه تحيه حقيقه باسم الاتحاد العراقي تنس كره القدم الى قناه العراقيه الرياضيه لجهودها اللي تبذلها من اجل نقل الصورة الحقيقية لاتحاد تنس كرة القدم ولباقي الاتحادات الموجودة داخل العراق، هي مواكبة لعملنا، مواكبة لكل بطولاتنا، احنا سعيدين انه انجازات الاتحاد فرق الاتحاد تظهر عن طريق شاشة العراقية الرياضية بجهود دكتور صفاء صاحب اللي يعني إلى بصمة واضحة بأن جعل هذه اللعبة هي لعبة لها اسم كبير داخل العراق، انتشرت بشكل سريع، قدرنا نحقق مراكز عالمية على مستوى العالم بالسيدات وبالرجال، وحاليا هاي اللاعبين امامك ينضاف لهم بعد 12 لاعب ينضمون الى معسكر تدريبي داخلي لان عندهم بطوله بشهر 11 في تشيك بطوله العالم، وراح تواكبنا قناه العراق الرياضيه بوفد لنقل وقاع هذه البطوله، وعندنا بطوله العالم للسيدات بسويسرا وكذلك سوف تنقل عن طريق العراقيه الرياضيه بث مباشر، هذه ان شاء الله سباقه قناه ان شاء الله، وهذا العمل كله بجهود فرديه حقيقه من الدكتور صفاء صاحب، احنا نتمنى الاتحاد الاسيوي والعراقي احنا نتمنى انه هذا الاتحاد وهذه الانجازات العالميه يقابلها نوع من الدعم الخاص من الحكومه يعني من وزاره الشباب من الاولمبيه، لانه اتحاد يحتاج الى بنيه تحتيه الى قاعه الى امور كثيره الى دعم مادي، لان هؤلاء اللاعبين يعتبرون ثروه وطنيه بالنسبه للبلد، كلهم عندهم انجازات وكلهم رافعين العلم العراقي خارج البلد، واحنا سعيدين انهم ممتازون من يرفع العلم العراقي خارج البلد، وحقيقه يعني قدامك مصطفى عبد الباقي وكابتن ميثم ولاعبين علي جليل وعلي عامر وباقين علي قاسم وعبد الله هيثم، لعبوا اخر لعبه عندهم امام فرنسا سجلت اطول لعبه بالتاريخ، تاريخ الاتحاد الدولي لتنس كره القدم، وكانت نقطه بنقطه الى نقطه 15 خسرنا فرنسا على المركز الاول والثاني، بحيث قدموا مباراه يشهدها الاتحاد الدولي كله، مباراة قوية كانت، منافسة قوية. كلش قوية، منتخبنا حاليا يعني احنا نعول عليه ان يحصل على المركز الاول عالميا في هذه البطولة، لانه عندنا منتخب يستحق ان نفتخر به حقيقة بجهود دكتور صفاء منتخب المنتخب الوطني، بالنسبة للمنتخب الوطني على مستوى الرجال بقيادة المدرب اسعد الساعدي نعم، وحضرتك تشرف على المنتخب للسيدات كذلك لتنس كرة القدم، اقرب استحقاق بالنسبة لتنس كرة القدم على مستوى السيدات، احنا حاليا راح ندخل معسكر في تشيك
في منتصف العاشر معسكر تدريب للسيدات معسكر مع منتخب العالم للتشيك للسيدات. نكمل المعسكر ننتقل الى سويسرا للمشاركه في بطوله العالم في 27/10. يعني عندنا معسكر في التشيك مع منتخب العالم التشيك للسيدات، بعد المعسكر تنضمون للبطوله، نكمل ننتقل نروح لسويسرا لبطوله العالم اللي هي اصلا احنا نعدلها صار اكثر من 3 اشهر بطوله العالم مال سويسرا. وان شاء الله احنا عندنا انجاز، قبل سنه كان عندنا انجاز على مستوى العالم، اخذنا ثاني على العالم في تركيا في على مستوى السيدات، على مستوى السيدات اخذنا ثاني على العالم. كانت اخر مباراه عندنا مع منتخب الروماني اللي هو يعتبر بطل العالم، فزنا على هنغاريا ومولدوفيا وفزنا على تركيا، فزنا على حوالي 8 دول بهذه البطوله، وكانت منقوله نقل مباشر بالنسبه لقناه الاتحاد عن طريق المكتب مالتنا. وحاليا منتخب الرجال ايضا عنده مشاركه في بطوله العالم في 12 يسافر هم في نفس الوقت مع وفد من قناه العراقيه الرياضيه مباشره الى البطوله، الى البطوله. لا يوجد معسكر حاليا، سوى عندهم راح يكون معسكر داخلي فقط للعراق، بس كان عندهم معسكر بالتشيك قبل شهر ونص، سافروا للتشيك معسكر وتعايشوا مع 5 دول في التشيك، كان معسكر يضم 5 دول، وحقيقة كان معسكر كلش مهم ويعتبر إعداد للنهايات. إيه، إعداد للنهايات هي بالضبط. وإحنا يعني حقيقة يعني أكثر لاعبين هم طلاب جامعات، طلبة ماجستير بالنسبة للسيدات وبالنسبة للفريق الرجال. ومنتخب الوطني لتنس كرة القدم يعني أعتبره يمكن من المنتخبات القليلة اللي تضم من جميع محافظات العراق، من جميع محافظات العراق إحنا عندنا منتخبنا. وهذا قدامك البصرة كدليل عندنا أبعد نقطة عندنا في العراق، يعني في الجنوب منتخبنا الوطني يضم 4 لاعبين من البصرة. أول بطولة حقيقة أخذها نادي الميناء كان في سنة 18 من الفرق البصرية. إحنا الاتحاد العراقي تأسس سنة 2017 بجهود دكتور صفاء صاحب وبالتعاون مع الكابتن أسعد الساعدي، وحاليا الاتحاد ماشي في طريق برنامج كامل مخطط له من فئات عمرية كاملة للسيدة، يعني للسيدات وللرجال، إضافة إلى أنه يعد برنامج كامل للحكام. عندنا حكام على مستوى العراق كله، عندنا حكام دوليين، حكام اتحاديين درجة أولى ودرجة ثانية ودرجة، يعني حاليا عندنا قاعدة مع الحكام على مستوى العراق كله، دورات تدريبية تشمل على كل اتحاد فرعي. يعني من خلال هذه اللعبة لدينا امتياز على مستوى اللاعبين وكذلك الحكام. الامتياز الاكثر طبعا اوجه تحيه الى الاستاذ عباس ورجال وسيدات، الاستاذ عباس عبد الكريم ظاهر امامي بالشاشه رئيس لجنه الحكام يتحدث مع نادي شباب البصري. هذا الرجل له يعني دور كبير في قياده البطولات عن طريق تنظيم اللجان التحكيميه واداره المباريات. عندنا كل محافظه لجنه حكام واختيارات دقيقه بالنسبه للحكام، وهسه عندنا 10 حكام راح يسافرون ويانا للتشيك لدخول دوره تحكيم دوليه ياخذون بها الشاره الدوليه ومن بعدها يحكمون بطولات العالم الخارجي المحافل الدوليه. طبعا لا ننسى الشكر موصول للكابتن مصطفى عبد الباقي والمساهمه الكبيره في اقامه هذا الدوري الان في البصره، وكذلك نوجه الشكر لرئيس الاتحاد الفرعي علي تحسين وعضو الاتحاد علي لطيف، كذلك مساهمة كبيرة بإقامة الدوري ونجاح الدوري، وكل هذا طبعا يصب بمصلحة العراق عندما تنظم دوري في البصرة أو في محافظة أخرى، يكون وتكون بطولة الكأس في كربلاء المقدسة ومن 32 فريق من جميع المحافظات، وتقام هناك الدور العام كذلك اللي من خلاله في الموسم الماضي فاز بفريق الصناعات الكهربائية على ما أعتقد واحد من الفرق المميزة بهذه اللعبة كذلك. حاليا عندنا بطولة راح تصير بالموصل يوم 12/10 إن شاء الله للسيدات، زوج السيدات في الموصل بعد هذه البطولة، وعندنا بطولة بكركوك لفرد الرجال إن شاء الله. كل هذا تصب بمصلحة العراق بكل تأكيد، يعني المشاركات الخارجية. طبعا قبل ما تبني مباراة أريد أنوه إلى شغلة واحدة، أنه اتحاد تنس كرة القدم بجهود استثنائية من الدكتور صفاء صاحب قدر يدخل هذه اللعبة ضمن منهاج وزارة التربية. أخذ موافقة وزير التربية أن تدخل هذه اللعبة، وحصلنا موافقة الأستاذ محمد عبودي مدير عام التربية الرياضية أنه يشمل مديريات بغداد 6 إضافة للمديريات التابعة لمشروع البطل الأولمبي اللي يشرف عليه دكتور صبري بنانا ودكتور صفاء صاحب. وهسه احنا عندنا طبعا دورات التدريبية كلها بالجامعات، حقيقة قبل 4 أيام قاعدة دورة بجامعة الأنبار أدارها كابتن أسعد الساعدي ودكتور يسرى مجيد،
من المحاضرين الدوليين الموجودين عندنا بالاتحاد على مستوى العراق. هنا ننتظر الشوط الثاني، ونذكر بأنه الشوط الأول حسم بالنسبة لفريق المعقل ب 12 نقطة مقابل 10. هنا ننتظر الشوط الثاني، إذا ما كان لفريق المعقل خلاص الأمور خلاص ستنتهي. طبعاً ولكن إذا كان تعادل سنذهب لشوط أكيد شباب البصري إلى كلمة بهذا الشوط، إلى كلمة أكيد ربما يكون حاضراً من خلال هذا الشوط. استاذ احمد محسن حكم اول حكم الاول من كربلاء المقدسه، وحقيقه اكو يعني خلل اذا اكو ملعب مي او شيء يراقبه حتى في الارضيه ومشرف المباراه استاذ كابتن عباس حسن مرعي نائب رئيس الاتحاد وحكم. ولكن الشوط الاول فنيا انت كمدرب، الشوط الاول كان شباب البصري قريب من الظفر بالشوط الاول وهو كان على بعد 3 نقاط يعني 10 مقابل 7، ولكن استطاع فريق المعقل. ما هي الأسباب التي كان من خلالها تراجع مستوى فريق شباب البصري وتقدم فريق المعقل؟ حقيقة هو اللي صار أنه تراجع ميثم للخلف كان مو مبرر، لأنه مصطفى عبد الباقي يعني معروف لكل لاعبي الأندية هو لاعب منتخب وطني متمكن على الشبكة بأنه يوزع يمين ويسار، فكان المفروض يكون قريب عليه. بس فريق المعقل يعني عرف انه ميثم دا يلعب بلوك مع مصطفى، بدا يعد الكرات بعيده عن الشبكه لمصطفى، فمصطفى من يكبس على الملعب ما يقدر بعد ميثم يوقف بلوك حقيقه، فقدر يتراجع. بس كان تراجع يعني كان المفروض يحسب حساب انه مصطفى عنده امكانيه يكبس بالمناطق القريبه حقيقه. هذه النقطه التي من خلالها استطاع التفوق لفريق واخر المعقل. نقطتين كابتن ميثم كان يكون لازم اكثر تركيز، ما يلعب بقوه لانه نقطه حاسمه، ما يلعب بدبل هواي، وده نشوف الكابتن مصطفى عبد الباقي شلون ده يتناقل بالكرات. هنا التحضير بالنسبه لفريق زين العابدين ومصطفى احمد ومصطفى عبد الباقي من خلال اللقطه الماضيه. هنا التحضير الان ونقطه ممتاز لشباب البصره. ميثم عنده قدم يسار قويه جدا وجميله بالنسبه للكابتن ميثم علوان، ومصطفى طبعا عمل بلوك لكن كان بلوك يعني بعيد عن المتناول، كانت الكره بعيده كان المفروض ما يصعد بلوك، كذلك كانت قويه. ارسال يساري من هنا الارسال والتحضير بالنسبه لفريق خاطئه كانت في الشباك، وبالتالي النقطه الثانيه يعني زي العابدين كان استلامه يعني كره كانت ناصيه لكن المفروض مصطفى احمد يعد الكره صحيحه، الاعداد ما كان صحيح، وبالتالي النقطه الثانيه لفريق نادي الشباب. بداية جيدة لنادي الشباب يعزز الفوز الشوط الأول، أعتقد بأنه سيحاول أن يعود من خلال هذا الشوط. رضا رعد كان ممتاز بالإعادة كرة مصطفى حاليا من شباب البصري. هنا التحضير لمصطفى ويسجل نقطة أولى من خلال الشوط الثاني لفريق المعقل يعني عن طريق هذا اللاعب. كبس بقى مصطفى في أقصى الملعب يعني يحتاج لاعب دائما تشاهده بنفس الزاوية بنفس المكان، واستلام بقدم اليمين كان خاطئ بالنسبه للاعب شباب البصري، استقبال الكره كان كذلك خاطئ، وبالتالي كلف الفريق نقطه. شوف رضا رعد خلص الفارق. رضا بالتحضير ومره اخرى جيد، مره اخرى مصطفى يحتاج التصفيق على مصطفى عبد الباقي هذا البلوك الجميل حقيقه بالمكان كان الصحيح. ممتاز، ولو كان اكو بطيء هسه امامنا كان شفت جماليه البلوك مال مصطفى، تمركزه كان ممتاز يعني هو هذا يعني هذا اللاعب يعني يكون على مستوى منتخب وطني عند بكل تاكيد يعني يعرف خبره يعرف وين يوقف وقف القدم وقفه اللاعب اين تكون وبالتالي تدخله ممتاز. شفنا انه ما عمل بلوك لان كره ميثم بعيد عن الشبكه. زيوني زي العابدين ممتاز هنا على الخط تحضير الان طالب بخروج الكره، ولكنها لا تزال مصطفى احمد الى زين العابدين ومصطفى عبد الباقي قويه كانت ممتاز قويه كانت في الداخل، وبالتالي نقطه لفريق المعقل. كابتن احمد محسن اطاها على الخط وبالفعل كانت في الداخل وبالتالي تحسب الان. شوف من التقدم بنقطتين الان التفوق ب3 نقاط للفريق الخاسر اللي هو فريق المعقل، الان يتفوق بفارق نقطه. زين العابدين على الارسال اللاعبين اللي لاعبين الشباب كذلك مثل المنتخب الوطني والشباب بلوك ممتاز بين اللاعبين. هنا التحضير مرة أخرى
وممتاز وممتاز جدا مصطفى من خلال اللقطة الماضية دائما تشاهده هذا اللاعب يكون نقطة تحول في المباراة، قدم صحيح بلوك صحيح في المكان والزمان المناسب، تركيز عالي، يعني سوى بلوكين واحد ورا الاخر وبالبلوكين نجح بيهم. 4-2 الان، هنا الارسال والتحضير ومره اخرى بنقطه اكثر من رائعه. شوف كابتن عباس حسن هذا متونس على النقاط، يا حقيقه النقاط جميله، نقاط جميله والتمركز ممتاز. انا بس نقطه، كابتن ميثم لعب منتخب وطني، مدام مصطفى عبد الباقي يعمل عليه بلوك المفروض ما يكبس، خلاص لازم يلعب جانبي الزوايا، لانه بده يعطي فرصه يعني مصطفى انه بده يستلم من عنده، واضح يعني يختار زاويه بعد ما يلعب قوه على مصطفى، زاوية مصطفى صحيح مسه واحده كانت باشر بها الاستاذ احمد محسن صحيح، يقدر يعد زين العاملين صحيح ومكان كل شيء، ومصطفى مرة أخرى ميثم مكانه كان كل جيد وبلوكك كان كل جيد، ميثم زين العابدين هنا ومصطفى أحمد على صحيح، مصطفى أحمد لي مصطفى عبد الباقي، شوف يختار الزاوية هو، أنا قلت لك يعني مصطفى دائما تشاهد الآن 6-2 يعني من اللاعبين المميزين في هذه، لا ممتاز جدا كبس. طبعا يضاف لهذه المجموعة نجوم حقيقة على مستوى عالي هم بالمهاره اللي يمثلون المنتخب الوطني، لدينا تايم اوت الان، علي جليل وعلي عامر وعبد الله هيثم لاعبين على مستوى عالي، اضافه لهذه المجموعه اللي امامنا كان لهم يعني انجازات رائعه خارج العراق ويا منتخبات عالميه، يعني فخر للبلد هؤلاء اللاعبين اللي هم ثروه وطنيه. نشوف المدرب فرحان بالنتيجه حقيقه لانه اكو فرق وتعليماته دا يطبقوها صحيح، مصطفى كان جيد في هذا الشوط، قدر يصعد على الشبكه وينفذ كل نقاطه من على الشبكه، ميثم يعني حاول يقابل لا بل كان هو نقطه تحول اي بالضبط في الشوط لغايه الان، يعني 2-0 الى 6-2 انا اشكلت على ميثم انه لازم المفروض يراقب مصطفى، لكن مصطفى كان لعبه كلش قوي على الشبكه وميثم ما قدر يجاري هذا الشوط. يبقى الارسال مع فريق شباب البصره او المعقل، المعقل يعني اذا ما اخذ المعقل من التحضير خاطئة في الشباك وبالتالي النقطة السابعة، هذا الفرق يسبب قلة تركيز ما بين الفريق بالنسبة لشباب نعم البصرة، فارق كبير فيصير قلة تركيز، الآن أصبح الفارق إلى 5 نقاط يعني احتمال وهو قريب من حسم اللقاء، احتمال رايحين إلى الإرسال نهاية المباراة والتحضير دبل جميل من ميثم كان ممتاز، ولكن كذلك كانت متابعة جيدة نفس الزاوية لكن الكابتن كان صحيح واقف عباس لطيف، هنا التحضير مرة أخرى زي العابدين إلى مصطفى، تعود لي مصطفى ومصطفى كرة قوية بكل تأكيد، يعني مصطفى دائما تشاهده بهكذا صورة بهكذا لقطة ويختار الزاوية ويسجل النقطة الثامنة، يعني ما نادر ما كرر كرتين متتالية نفس الجهة مصطفى حقيقة، يعني ينوع بالضبط يختار مكان ويختار الزاوية يختار الوسط، وبالتالي اختار المناطق الساقطة خلف الشبكة، الفريق كان راجع شباب البصري يمكن 3 نقاط اخذ نقاط، لان التحضير الان مصطفى للمره في الشباك يعني متتاليه كانت يعني ميثم بعيد عن الشبكه، ميثم علوان بعيد عن الشبكه المفروض ما يلعب الدبل، المفروض يلعب يطاول لانه نقاط حاسمه، يعني هذا الشوط اذا خسر يعني يخسر خلاص يخسر يعني المباراه كلها يخسر البطوله يعني فقط بالضبط. هنا التحضير الان كان مستواه جميل جدا ميثم، نقاطه كانت كلش حلوه دائما وابدا عن طريق مصطفى، ونقطه الحكم صحيح ما قبل الاخيره في الداخل كانت استاذ مع سالم قراره ممتاز، يعني معاذ سالم من بابل حكم الثاني، وهذه النقطه لو سجلت خلاص حاليا بعد نقطه المباراه، هاي نقطه المباراة بالنسبه هي لفريق المعقل. هنا التحضير ميثم يحاول ما يخسر وبالفعل احسنت ميثم، كرة ساقطة جميلة يعني سجل من خلالها النقطة الثالثة، تبرز يعني مهارة هذا اللاعب، نوجه له تحية، يعني رغم النتيجة يعني من اللاعبين المميزين الخلوقين اللي يمتازون بالهدوء داخل الملعب. هنا الإرسال والتحضير لحسم اللقاء من مصطفى عبد الباقي، يحسم نقطة تستحق اللقاء وبالتالي بنقطة جميلة، نقطة تستحق بطولة محافظة البصرة حقيقة، نقطة نعم نقطة المباراة، ألف مبروك لنادي المعقل فريق المعقل المعقل، وبالتالي أرد لك فريق شباب البصري
ألف مبروك لفريق المعقل من البصرة، وكذلك هارد لك لفريق شباب البصرة. لقاء كان لبطولة فرعية في البصرة بمشاركة 8 أندية مع المراكز التخصصية، والمباريات كانت بنظام الدوري. وصلنا للمباراة الختامية بكل تأكيد، والمباراة الختامية من خلالها كان اللقاء ما بين شباب البصرة وفريق المعقل. هذا فريق المعقل الذي من خلال اللقاء حسم اللقاء بشوطين ب 12-10 وب 11-3. الشوط الثاني كان الفارق كبير شاهدناه من خلاله بالضبط، كابتن فارق كبير. طبعا حقيقة فريق المعقل كان بالشوط الأول رغم كان متأخر بس عنده الإمكانية أن يعود، وبالفعل عاد وحقق حسم الشوط الأول. الشوط الثاني نزل عازم على أنه يأخذ الشوط، حقيقة ما خطأ. النتيجة صعدت إلى 8-2 9-2، وقدر أنه يكسب هذا الشوط بفارق كبير، حقق البطولة والجميع فاز في هذه البطولة. نوجه التحية لجميع الضيوف الموجودين في الملعب من ممثلية الجنة الأوروبية، ممثلية مديرية شباب البصرة، مدربين رياضيين اللي يعني داعمين لهذه اللعبة. محافظة البصرة من المحافظات اللي داعمة كذلك، عندنا تضم أكبر قاعدة حقيقة لتنس كرة القدم، من مو فقط فرق رياضية وإنما لاعبين مهاريين، لاعبين مهاريين على مستوى عالي، وكل البطولات اللي يشاركون بها يتركون بصمة بالمستوى الفني اللي يقدموه. وهذا كله جهد حقيقة كابتن مصطفى عبد الباقي اللي ما يدخر أي شيء مقابل إنه إعداد الفرق الرياضية والاهتمام بالفئات العمرية وإقامة البطولات. لاعبين المنتخب الوطني ولاعبين اللي برزوا في العراق الآن دخلوا مرحلة الاحتراف، فكل دوري الأندية بدأت تتعاقد معهم على مستوى لاعب منتخب محترف. قلت لك عندنا من البصرة أندية الميناء، نادي بلدية البصرة، وعلى مستوى العراق كله. يعني احنا عندنا نادي صناعة الكهربائية هو يعتبر من النادي الأول على مستوى الإنجازات، على مستوى الإنجازات بالنسبة للرجال، ويا يعتبر نادي شهربان، نادي بلد، نادي المشاهدة، نادي شباب المستقبل. عندنا أندية أصلا بدأت قاعدة نسوية بالنسبة للرياضة باتحاد تنس كرة القدم، إضافة إلى الاتحاد فاتح مقر إلى مراكز الفئات العمرية وإلى تطوير الرياضة النسوية داخل العراق بجهود إدارة الاتحاد. نلاحظ أمامنا دكتور صفا صاحب مع كابتن جليل حنون نائب رئيس الاتحاد، واللي يمثل محافظة البصرة حاليا، نوجه له تحية. هاي المحافظة اللي شفناها سوت بخليجي 25 حقيقة، 25 اكسد الصورة الحقيقية للعراق. دكتور صفاء صاحب حريص انه يقيم كل الناس اللي تتعب واللي تشتغل في الاتحاد، ودليل امامنا يعني وفاء للمرحوم عدي حاتم كانت واضحة والاتحاد كان كل اعضاء الاتحاد حقيقة يحملون الحب وبنفس الوقت الحزن على فراق عدي حاتم. هنا اللاعب الابرز مصطفى عبد الباقي بالرقم 20 اللي كان نقطة تحول مميزة في اللقاء. مبروك للكابتن مصطفى، والحقيقة الباحة اللي ساعات متأخرة من الليل أنا متواصل وياه على تنظيم البطولة، ومن الصباح الباكر هو موجود بالقاعة، بذل جهد كبير. الآن ضيوف الكابتن ضرغام عضو اتحاد كرة تنس كرة القدم استلم الدرع التذكاري، تقديم الهدايا والدروع بالنسبة وجه تحية للكابتن ضرغام لكل من ساهم. تنس كرة القدم فرع البصرة، بطولة دوري البصرة لعام 2023، يعني بعد المباريات وبنظام الدوري وصلنا للختام، والختام كذلك كان بلقاء ممتاز على مستوى الشوط الأول والشوط الثاني، كان تفوق واضح بالنسبة لفريق المعقل. شوطين بمتعة، شوطين بمهارة، الأفضلية كانت واضحة من خلال الشوط الثاني لفريق المعقل بالضبط، والفارق كان على مستوى ليس فقط مصطفى عبد الباقي، لا حتى زين العابدين باسم لها ضيوف ومصطفى احمد
يبقى التكريم الآن ممثلين المديرية العامة لرياضة شباب بصرة، ممثلين الأولمبية، كل من ساهم وحضر وبالتالي ساهم بإنجاح هذا الدوري. كابتن عباس حسن مرعي يتحدث مع لاعبي شباب البصري، وكابتن مصطفى أحمد لاعب المنتخب الوطني الشباب اللي كان مشارك في المعسكر الأخير، مصطفى أحمد بالرقم 9 بمعسكر في التشيك. كل تأكيد يعني نتمنى ليس فقط على مستوى داخل العراق الدور المحلي بالنسبة لتنس كرة القدم، لا بل حتى خارجيا في المحافل الدولية، ولدينا حضور ممتاز على مستوى الرجال والسيدات كما ذكر الكابتن عماد حسن، وتنتظرنا كذلك مشاركات خارجية على مستوى الرجال والسيدات. نتمنى لهم التوفيق ونتمنى أن يكون هناك تطور ودعم كبير لهذه اللعبة داخل العراق وخارج العراق من أجل المشاركات الخارجية. هنا بطولة ومن قبلها كانت هناك عدة بطولات، والدور العام كذلك والدور الممتاز وبطولة الكاس، كل هذه تصب بمصلحة اللعبة لتنس كرة القدم ولمصلحة العراق كما ذكرت. يعني اتحاد تنس كرة القدم واتحاد في فترة قصيرة اعتبر اتحاد 2017 اتحاد عالمي، يعني من فريق بعد 3 سنوات او سنتين من تأسيسه يدخل بطولات العالم ويحقق انجازات ويبني قاعدة من فئات عمرية على مستوى الناشئين، على مستوى الشباب، على مستوى المنتخبات النسوية. يعني صعب اتحاد ناشي يحقق يعني يبني قاعدة نسوية ويحقق بها بطولة عالم. هسه عندنا اتحادات على مستوى يعني فرقية وعندها تاريخ قديم تواجه صعوبة بإعداد فرق نسوية. الاتحاد حاليا يعني من بدا الى هسه عدى خطه بعيده المدى تشمل جميع الانديه، ونلاحظ التكريم استاذ عباس حسن مرعي من قبل الدكتور صفاء صاحب رئيس اتحاد الاسيوي العراقي، كابتن عباس نائب رئيس لجنه الحكام وحكم دولي حكم نهائيات بطوله العالم في اسبانيا، كابتن معاذ حكم ثاني كان في هذه المباراه، كان من خلال هذا اللقاء معاذ سالم من محافظه بابل، يستحقون التكريم حقيقه حكامنا لانه هم سبب نجاح بطولاتنا كلها. احمد محسن من كربلاء حكم دولي اقاد المباراه بشكل ناجح في اليوم، كان حكم اول وقاد اللقاء بشكل ممتاز. الف مبروك لحكامنا هذا التكريم، ويستحقون هذا التكريم حقيقه بكل تاكيد، يعني جزء من اللعبه واكيد ننتظر منهم انجازات في بطوله العالم، لان راح يدخلون يحكمون في بطوله العالم. صوره تذكاريه مع الدكتور صفاء صاحب ومع الضيوف حاليا الاستاذ عباس عبد الكريم رئيس لجنه الحكام امامنا اللي واقف جنب الدكتور صفا صاحب يستلم الدرع التذكاري من التكريم كذلك. تحيه الى الاستاذ عباس عبد الكريم لجهوده في اداره اكبر لجنه موجوده عندنا باتحاد لجنه الحكام وتقسيم المهام واختيار الحكام للدورات الدوليه الخارجيه بالتعاون مع الاستاذ عباس استاذ ضياء. كل تأكيد بالتوفيق اليوم. كذلك ننتظر التتويج الرسمي والدرع للفائز الأول، وهناك كذلك لصاحب المركز الثاني اللي هو فريق شباب البصرة. ولدينا فريق المعقل هو الفائز الأول. الآن تكريم فريق الفئات العمرية بالأكاديمية الموجودة كذلك على مستوى الفئات العمرية، أكاديمية المركز التخصصي الموجود في البصرة يضم أكثر من 40 لاعب، طبعا كلهم لاعبين يمتلكون مواهب عالية ومهارية، يعني ينتظرهم مستقبل كبير في اتحاد تنس كرة القدم. كل تأكيد يعني مثل هكذا أعمار تحتاج لمتابعة من قبل الاتحاد ورعاية كبيرة. الله
يبقى التكريم والتقليد اللاعبين والمساهمين بإنجاح هذا. لحظة، ما لنا دروع خاصة بالفرق الفائزة تحمل شعار اتحاد الفرعي تنس كرة القدم والعلم العراقي. واضح جدا دوري البصرة لتنس كرة القدم بشكل جميل، الفائز الأول والفائز الثاني كذلك. يعني برنامج ختامي جميل شملوا به جميع اللي عملوا بالبطولة، تنظيم واللاعبين والمساهمين وذكروا لاعبين المراكز المركز التخصصي، يعني هذا دعم معنوي على مستوى دعم معنوي لهذا اللاعب حتى يحس بقيمة، حافز كبير قيمة جهد بمثل هكذا أعمار وحبه لهذه اللعبة. أعتقد الآن سيتقدم الفريق الثاني صاحب المركز الثاني، ميداليات صاحب الثاني فريق شباب البصري مع الكابتن ميثم. جهود تستحق الثناء، جهود يعني تستحق أن تكرم بالنسبة لمحافظة البصرة اللي قامت هذه البطولة بالشكل الجميل. شكر إلى مديرية شباب البصرة لتعاونها مع الاتحاد الفرعي وتقديم الدعم الكامل من خلال هذه القاعة اللي تعتبر قاعدة أساسية لفرع البصرة تنس كرة القدم، وللمركز التخصصي اللي حالياً اللي يضم لاعبين من جميع مناطق محافظة البصرة العزيزة. وهذا الدعم احنا نريد يعني حقيقة نتمنى نشوفه في جميع محافظات العراق، انه كل اتحاداتنا الفرعية تقدر انه تحصل هيك قاعة من عن طريق وزارة الشباب، عن طريق الأولمبية، عن طريق وزارة التربية، لانه الاتحادات تحتاج البنية التحتية لتطوير فرقها الرياضية. كل تأكيد يعني كابتن جليل حنون نائب رئيس اتحاد تنس كرة القدم ونجم رياضي قامة رياضية وبالتالي شيء لا يخفى ويمثل فرع البصرة. شاي تقديرية لل شهادات تقديرية و المساهمين والداعمين للبطولة، لكل من ساهم ولكل من حلو ان الانسان يعني منظمين يذكرون كل اللي تعبوا. كل تأكيد هذا حافز كبير وهذا طبيعة حقيقة طبيعة عمل اتحاد تنس كرة القدم في كل البطولات، الكل مشمول بالتكريم الكل. هذا دافع كبير من أجل تطوير اللعبة وكذلك التنظيم لبطولات قادمة تكون أفضل وتكون على مستوى تحدث عن الأداء والمستوى الفني والتنظيمي كذلك يكون أفضل إن شاء الله. اللي شاهدناه اليوم شيء جميل وشيء رائع، نتمنى الأفضل وأكثر وأكثر إن شاء الله، هذا ما نتمناه بطبيعة الحال. قبل أسبوع كان نهائي للجنة التكبال واتحاد تنس كرة القدم، نهائي في قاعة الشعب في بغداد نقلتها القناة العراقية الرياضية. حقيقة كانت بطولة على مستوى عالي، أربع نهايات زوج رجال وكان مختلط وكان فرج سيدات وفرج رجال. فرق المشاركة من خلال هذه البطولة الآن بالتحديد جميعها كانت من البصرة؟ جميعها 8 فرق من البصرة إضافة إلى فريقين الأكاديمية التخصصية اللي موجودة في البصرة، ولعبوا بنظام الدوري وتأهلوا فريقين اللي هم المعقل والشباب البصري. شباب البصري اللي كانت بطولة الكأس في كربلاء 32 نادي من جميع محافظات، من صلاح الدين ومن بابل ومن ذي قار
ومن حقيقة بغدادية موجود به نادي العمال ونادي شباب المستقبل ونادي الصناعة الكهربائية ونادي المشاهدة من وحاليا نادي السياحة دخل ضمن الدوري العراقي ونادي كربلاء روضتين وخمس أندية من كربلاء وست أندية من كربلاء نادي صلاح الدين. منافسة كانت ما بين الصناعات ومن أفضل الفرق التي نافستها من كانت يعني من كربلاء أو من خارج كربلاء؟ الصناعات كانت وكانت نادي الشرطة اللي أخذها في 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 كربلاء وإحنا دائما النهايات كانت تصير ما بين شهربان والصناعات الكهربائية أو إحنا قلت لك اللاعبين المنتخب الوطني بدت إنه الأندية تتعاقد معهم. يعني مصطفى عبد الباقي هالبطولة يلعب مع المعقل الدوري الجاي الدوري القادم احتمال نادي الطلبة يتعاقد معه نادي الشرطة يتعاقد معه فالنجم النجوم المنتخب الوطني من يكونون داخل الأندية يكونون هاي الأندية هي اللي مؤهلة للمباريات النهائية حقيقة بكل تأكيد بكل تأكيد. يبقى كانت النهاية نادي الشرطة كان فوز نادي الشرطة هذا بالأخير في كربلاء لكن درع الدوري كان لصناعات الكهربائية كأس العراق كان لنادي الشرطة وكان مصطفى عبد الباقي يلعب لنادي الشرطة في كربلاء يعني بطولة الكأس كانت من نصيب فريق نادي الشرطة الشرطة ودرع الدوري اللي فاز به صناعات الكهربائية في بغداد فريق الصناعات كان بطلا للدوري الدوري درع الدوري الممتاز يبقى توزيع الجوائز مستمر و بالتالي بعد ذلك سيكون تقليد للاعبين بالميداليات لصاحب المركز الثاني اللي هو فريق شباب البصرة وبالتالي بعد الخسارة من خلال هذا اللقاء هنا الكابتن ميثم علوان احنا مبارك الفريقين حقيقة ماكو خاسر بهذه البطولة لانه كنت اكيد ولكن يجب ان يكون صاحب مركز اول ومركز ثاني قدموا مباراة جميلة قدموا لمسات من مهارة تنس كرة القدم وان شاء الله يكون القادم افضل بالنسبة للاندية شكر الى جميع الاندية اللي دعمت هذه البطولة واللي دعمت واللي شاركت كذلك شاركت واللي حقيقة لها يعني بصمة قوية في تطور تنس كرة القدم في محافظة البصرة الآن توزيع كذلك الميداليات لصاحب المركز الأول طبعا هذا النقل المباشر لنهايات البطولات تنس كرة القدم حقيقة تبين لنا مدى التنظيم بالمحافظات اللي دي يصير في بطولات تنس كرة القدم مثل ما شوفتنا في كربلاء التنظيم الرائع هنا مصطفى عبد الباقي كنت أكيد يعني يجب أن يكون اتحاد كربلاء ألف مبروك لفريق المعقل بقيادة الكابتن مصطفى عبد الباقي اللي يحمل رقم 20 ويتقلد ميدالية الفوز من دكتور صفاء صاحب رئيس الاتحاد الآسيوي والعراقي دكتور صفاء صاحب وننتظر إنجاز جديد يجيبه العراق حقيقة دكتور صفاء صاحب كلنا إن شاء الله هذا ما نتمناه ونفرح به شعبنا أمنا كبير باللاعبين والاتحاد إن شاء الله الأول على العالم إن شاء الله هذا ما نتمناه يبذل جهد كبير حقيقة نحاول نحصل على دعم هنا الفائز الثاني وصاحب المركز الثاني كابتن ميثم كابتن ميثم علوان ألف مبروك تستحق الدرع جائزة الفريق صاحب المركز الثاني وبعدها سنشاهد مصطفى عبد الباقي لاستلام درع دوري البصرة للتنس كرة القدم لعام 2023 وهو
صاحب المركز الأول. كانت عندنا نقاط جميلة مع فرنسا في بطولة العالم بعد الاتحاد الدولي، نزل له صور خاصة لبلوك إلى خاص، يعني هنقد مكان واضح جدا هذا اللاعب من خلال هذا اللقاء شاهدنا يستاهل من التحية كابتن مصطفى عبد الباقي هو وزملائه اللي شاركوا بإنجاز العالمي. دكتور صفاء صاحب يتقدم للمنصة ويقدم الدرع والدرع المبروك لفريق المعقل، مبروك لمدرب الفريق الفوز وكذلك للمدرب مؤيد عبد وهاردك لشباب البصرة مع الكابتن مؤيد يستحق مدرب الفوز. سلام قدر يرجع الفريق بالشوط الأول بالشكل الصحيح وكذلك التفوق كان بفارق واضح من خلال الشوط الثاني. مع نهاية اللقاء ونهاية هذا الدوري بالنسبة للبصرة لتنس كرة القدم لعام 2023 لا يسعني أن أتقدم بالشكر الجزيل للكابتن مدرب منتخب العراق لسيدات لتنس كرة القدم الكابتن عماد محسن. شكرا جزيلا لحضورك. شكرا شكرا كابتن علي، يعني سعيد بوجودي معك وتشرف بحضوري في قناة العراقية الرياضية، قناة العراقية الرياضية، وإن شاء الله نلتقي على إنجازات كبيرة دولية إن شاء الله. إن شاء الله هذا ما نتمناه، وحتى ألتقيكم في مواعيد أخرى. تقبلوا تحياتي علي الشمري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.